انا عملت ايه؟ ما اسمعش حس. والله العظيم ما ليا ذنب، هو اللي قال لي اقتله. انا بيني وبين الحاج محمود ايه عشان اعمل فيه كده؟ حياه ربنا عمك عبد الحميد هو اللي قال لي اعمل فيه كده. كلمي بالراحه يا بت، كلمي بالراحه واحكي لي الحكايه من اولها واحده واحده. عبد الحميد هو اللي ضحك عليا وهو اللي وزيني اقتله. والله العظيم انا ما كان ليا ذنب، هو اللي كان عايز يخلص منه. يا ولاد الحرام. بصي يا دكتور حمد، انا غلبانه وماليش حد. بالله عليك دلة بالسلامة يا كبير. عم سعيد حغالي على كل اللي حصل. الحمد لله عدت على خير يا بزر. والله عشان انت سالك وقلبك ابيض، بافته بيضة واليابسه في ايدك خضرة. اتبطل لك النسوان ده يد وتخلص. شفت حاجة ولا لا؟ خمسة استماع يا عم سعيد. يا دوم الاستماع ما تخلص يا لو احنا في الاذاعة. انا اتقصت وعرفت ان هي من الليلة ما سابت فيها البيت ما رجعتلوش تاني. هي اما كانت خايفة بقى ان عمي يعملها تاني، كانت عايزة تسبقه المرة دي. تسبقه على فين بقى؟ يا سامية. ايه؟ طب انت هناك دلوقتي؟ طب اطلعي من عندك، انا جاي حالا، اطلعي. استنى بقى ما تروحش لوحدك يا خرب دي. يا سامية انت فين؟ طب خلي بالك، ها؟ احنا واقفين في الشارع اللي ورا الفيلا على طول. على فكرة انت لو خايفة ممكن ادخلك عادي، اللي يحصل يحصل مش مشكلة يعني. طب خلي بالك يا سامية، يلا سلام. فيها يا دكتور ما تجمد قلبك شوية. لا سامية ما تخافش عليها، مش سهلة. لا ادي عيالة لابط قوي وتسلك في الحديد. ده اللي انا خايف منه. خلص عليا يا كبير. بس انا مالكش دعوة، أنا هسيبك تمشي، بس ورحمة أبويا لو عرفت إنك رغيتي مع أي مخلوق لأكون مخلص عليكي بإيديا دول. والله العظيم ما هفتح بوقي، هتكلم أقول إيه؟ إن أنا قتلت؟ والله العظيم ما هشوف وشي هنا تاني.